اللطيفة والخطيرة على المدى الطويل. هذه الحيوانات يحملون منازلهم على ظهورهم، ويمكن لهذا النوع أن يعيش لمدة تصل إلى 50 عاماً. قد يبدو هذا غريبا بالنسبة للحيوانات الأليفة المنزلية، إلا أنه مثير للدهشة. ويمكننا أن نتعرف على جوناثان، أقدم السلحفاة في العالم، يبلغ عمرها 189 عاما. ويوجد أنواع أخرى من السلاحف مثل تلك التي تغوص في المياه من وقت لآخر للترطيب وتبريد جسدها، لكن هذا لا يجعلهم بالضرورة سباحين مهرة. ففي الواقع يوجد بعض السلاحف البرية لا تستطيع القيام بذلك. هذه السلاحف الصندوقية لديها مناقير حادة وجسم خشن ومتقشر ومخالب مدببة صغيرة، إلا أنها حيوان أليف لطيف للغاية. 6. الشنشيلا. الشنشيلا جنس من القوارض ذات حجم مشابه للأرانب، تعتبر من ألطف الحيوانات الأليفة المنزلية. وعلى الجانب الأكثر غرابة، فإن شنشيلا أمريكا الجنوبية تعتبر من أكثر القوارض اللطيفة والرائعة، حيث يمكن تدريبها على القيام بالكثير من الأعمال. وهذه القوارض ليست خطيرة، وهي حيوانات نشيطة للغاية تحب الركض واللعب، فامتلاك شنشيلا سيكسر عنك الملل ويبقي هؤلاء الصغار مشغولين. لديها أذن كبيرة وذيل متوسط الطول، إنها حقا من ألطف الحيوانات التي يمكنك امتلاكها. 5. السنجاب كلودور السكر. هل تساءلت يوما عن شعور امتلاك سنجاب طائر؟ إذن يجب عليك امتلاك هذا الحيوان الرائع والمدهش للغاية، الذي يبدو كالطائرة الشراعية. فهذا النوع من السناجب يعتبر ثاني ألطف شيء يمكن امتلاكه، ويحب الكثيرون النظر لتلك العيون الرائعة. هذه الحيوانات تنتمي لعائلة الجرابيات التي ينتمي إليها أيضا الكنغر. تعتني الأم بالصغار حتى يبلغوا من العمر ما يكفي للطيران، بمعنى أن يسير كل منهم بمفرده. ويطلق عليهم كلودر السكر، وأتساءل عن سبب التسمية. ربما لأن تلك الحيوانات تحب كل شيء حلو، خاصة الفواكه والخضروات الطازجة. وهذا رائع للغاية بالنسبة للمواطنين الأستراليين الذين يحبون اللعب مع تلك الحيوانات ويقدمون لهم الرعاية الكافية، فيمكن أن يمتلكوها بجانب الحيوانات الأخرى. 4. كينكاجو. كينكاجو من الحيوانات الذهبية الصغيرة، تنتمي لعائلة الدببة ذات اللون العسلي البني، وموطنها الأصلي في الغابات المطيرة، وأصبح امتلاكها كحيوان أليف متزايدا جدا، خاصة عند المشاهير مثل هيلتون، بجانب السنجاب الصغير الطائر الذي قد تحدثنا عنه. لكن على أي حال، ليس الأغنياء فقط هم من يستطيعون امتلاك مثل هذه الحيوانات الرائعة واللطيفة للغاية. فعليك عند اختيار الكينكاجو كحيوان أليف، لا ينبغي عليك الاستخفاف به، لأنه يمكن أن يذهب للأشياء ويحدث فوضى كبيرة. 3. أبو بريص. أبو بريص ذو الجسم المتقشر، واحد من أنواع الزواحف، لكنه حيوان لطيف للغاية، على الرغم من النظام الغذائي المفضل له، وهو الصراصير وبعض الديدان. هذا الحيوان يتميز بابتسامة جميلة وهو صغير للغاية، فقط انظر إليه. الشيء الوحيد المؤكد هو أن أبو بريص هذا واحد من أفضل الزواحف التي يمكنك امتلاكها كحيوان أليف، فقط هي تحتاج للقليل من الرعاية، وسلوكيات هذا الحيوان في العام مضحكة للغاية، وهذا يجعل هذه الأبراص تحظى بشعبية كبيرة كحيوانات أليفة، فهو حيوان رائع وممتاز بالنسبة للكبار. حان الآن صورة مشترك اليوم، فقد طلبنا من مشتركينا أن يرسلوا صورهم لأجمل الحيوانات الغريبة، وقد أرسلت لنا هذه الصورة اليوم. أنت أيضا تستطيع أن ترسل إلينا صور حيوانات لتتساءل عن أصل هذه الصور. هذه الصورة لقرد صغير للغاية معلق بإصبع بشري، واتضح لنا أنه قرد صغير جدا، وعلى ما يبدو أنه الأصغر في العالم، حيث يبلغ وزن